الله الرحمن الرحيم. بص ان شاء الله اليوم عندنا البطوله الثانيه للكاتا للاشبال والناشئين، وباذن الله هذه البطوله راح نقيمها في إليت اكاديمي، ونشكرهم على هذا السبورت. وهذه احد البرامج اللي بدينا فيها ان شاء الله السنه هذه 2016 من باب تطوير فريق الفيوكشن في الكويت. الشغل حق الناس يقول لا عكا سيزا يرجع وقع يبعد سيزا Thank you.